الكلام حصل ان بعد الحادث الاليم اللي حدث امبارح اجتمع المجلس اعلى القوات المسلحه برئاسه السيد رئيس الجمهوريه ليبحث ملابسات هذا الحادث. طبعا احنا مش عارفين ايه اللي حصل، لكن احنا ممكن ان نتوقع لان انا حضرت كتير من المجالس زي كده بيبدا يعرض سياده الرئيس او يستعرض ماذا تم في هذا الحدث. شكل الهجوم كان شكله ايه؟ شكل الحاجات اللي تمت الاجراءات بتاعتنا ايه؟ هل هناك كانت نقاط ضعف ودايما؟ هل هناك نقاط قوه؟ كيف نتلافى نقاط الضعف دي مستقبلا؟ وده مهم. احنا اي حاجه بتحصل في القوات المسلحه عندنا بعد ما بتحصل بنقول الدروس المستفاده، هنستفيد ايه من اللي حصل؟ مفيش حد فينا كامل. بتحصل حاجه لازم نتعلم حتى لا يتكرر الحدث مره اخرى. تمام؟ وبالتالي اتعرض كل الكلام ده النهارده، وفي النهايه بتصدر قرارات. بتصدر قرارات بناء على نقول ايه، توجيهات، مطالب مدير المخابرات الحربيه، مطالب رئيس هيئه العمليات، مطالب الاجهزه الاخرى، قد تكون عايز اسلحه جديده، قد يكون عايز تكتيكات جديده. كان عايز يقول انت في يوم من الايام احنا غيرنا قياده يعني شمال سيناء كلها وبقت الجيش الثاني والثالث بقت لها قياده واحده موجوده. ده بناء على نتيجه الاعمال اللي تمت. من هنا هذا المجلس كان مهم جدا انه يجتمع عشان يتخذ القرارات الجديده عشان نعيد الامن والامان الى سيناء مره اخرى. وهنا انا عايز اقول حاجه يا احمد. اتفضل يا فندم. الأمم المتحدة كل سنة بتطلع تقرير سنوي عن الإرهاب في العالم. أيوه. الإرهاب بقى في كل حتة دلوقتي. نعم. تمام؟ النهاردة كان نيوزيلندا عند جنب أستراليا، السنة اللي فاتت عندها إرهاب. نعم. فالأمم المتحدة بتطلع تقرير كل سنة. السنة دي في يناير التقرير طلع كان فيه صفحتين خاصين بمصر. نعم. ولأول مرة كده الأمم المتحدة تنصفنا. قالوا إيه في التقرير؟ إن مصر نجحت في القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، وإنها لأول مرة سيناء تقعد 3 سنوات بدون أي عمليات إرهابية شديدة. صحيح. وقالت إيه بقى المهم في الموضوع؟ قالت السبب الجيش والشرطة دفعوا تمام، أهالي بدوي سيناء اجتمعوا بهذا الموضوع، وأهم حاجة قالت إن تأمين سيناء تم بالتنميه، ودي الرساله اللي كان حاططها سياده الرئيس قبل كده، وقال لو جبنا جيوش العالم مش هتامن سينا، لكن لازم ننميها عشان نامنها. النهارده انت بتعمل 500,000 فدان في سينا، مش هياخدوا 3-4 مليون عيله عشان يزرعوا ويقعدوا. ايوه. انت بتعمل 3 مدن جديده في سينا النهارده. عندك مدن شرق بورسعيد وشرق اسماعيليه ورفح الجديده. والناس مش واخده ايه اللي بيحصل. يا جماعه احنا نقلنا مدينه جديده اللي هي كانت رفح، رفع القديمة يا احمد. كنت فيها من 10 ايام رفح. طيب كنت في الشيخ زويد ورفح وشفت البيوت وقابلت الناس وشفت البيوت. طبعًا. بس قبل كده الناس ما كانتش عارفة. رفح المصرية صح. كان فيها الباب بتاع بيت يفتح في مصر والباب الناحية الثانية يفتح في فلسطين. كل ده اتغير يا احمد. وبنينا مدن جديدة. سدينا الانفاق. والنهارده بقى فيه تنمية. عشان كده العملية دي اللي تمت امبارح كانت هدفنا ايقاف التنمية. الناس معنا راحوا نقطة مية عشان يمنع المية عن العريش والشيخ زبيد ورفح، انت فاهم؟ وعشان يقول للناس لا ما تنموش تاني وما تستثمروش في سينا، ده سينا غير مستقرة. لكن الحمد لله احنا فعلا هنكمل الاستثمار موجود في سينا ان شاء الله، وهنكمل التنمية، لان التنمية في سينا تعني التأمين، وهنستمر ان شاء الله في هذا المقترح. سيادة اللواء سمير، سيادة اللواء سمير، التوقيت احنا من 2019 مفيش عمليات حصلت في هذه المنطقة تحديدا. التوقيت كلام النهاردة الأمم المتحدة على فكرة. كلام الأمم المتحدة عشان ما نقولش احنا بنقول كده. مظبوط. تمام. مظبوط. التوقيت هذه العملية، اختيار هذه العملية في هذا الوقت تحديدا، هل مرتبطة بأمر معين حضرتك تراها بالتحليل السياسي والعسكري حتى؟ اول حاجه ان التنميه بقت ماشيه زي الفل دي. فكان لازم تقف. وده هدفهم الرئيس، انا بقول لك اهو. لان زي ما قال تقرير الامم المتحده، انا مش عايز اقول كلام بتاعنا. احنا هنقول كلام الامم المتحده، قالت ان التنميه اللي تمت في سينا هي اهم شيء كانت لتامين سينا. انت عملت 4 انفاق وكوبري. انت وصلت سينا بالوطن الام الدلتا. انت عملت حجم الطرق. انت مين العريش اللي كان بياخد 4 سفن النهارده عملته بياخد 24 سفينه. انت عملت مصنع اسمنت جديد. انت عملت مصانع الرخام. انت عملت مطار جديد
في البردويل. النهارده سمك البردويل بيطلع الفجر بيتصدر على فرنسا وعلى اوروبا. كل ده اتعمل في سيناء. انت عملت مدارس، عملت جامعه في سيناء النهارده. كل ده ما كانش موجود. واهم من ده كله ايه بقى؟ توطين البدو. البدو يا احمد كانوا رحل وما كانوش منتمين لمصر. النهارده السيد رئيس السيسي لما كان مدير المخابرات قال لازم نحفر ابار الاول. لما نحفر بير نعمل حواليه المساكن عشان الناس تعيش، عشان تعيش تسكن وتزرع، وبعدين جنبيه مدرسه وجنبيه واحده صحيه. النهارده السنه دي لاول مره من سينا هيطلع ولاد سينا من الثانويه العامه بنخت والتمت والكولتلا. ما كانش الكلام ده موجود. وسيد رئيس امر ان السنه دي الولاد دول لازم يخشوا الحربيه.